كلام فاضي هذا، وانا ما ارضى عليه ابد. كلام فاضي وشغل جهال. شنو يعني اللسهم عن الاكل؟ خالي، ممكن كلمة قبل تطلع؟ نعم. عمتي محتاجة اللين اكثر من القسوة. عمتش حرمة كبيرة، ما هي بجاهل، يبغى لها تربية. لكن مجروحة يا عمي. أولا لا تنسي أن بنتها أول مرة تسافر عنها، وثانيا بنتها مريضة بالكلى، وقلب الأم ما ينسى الرحمة يا عمي. شا تسوي لها؟ يعني ايش تبغوني أعمل لها أنا؟ معلش يا خال، استحملها عشان خاطرنا كلنا. يا جماعة الخير، أنا وراي بلاوي فيه كفاية، من الصبح لليل وأنا وياها. المصنع من جهة، وعلي من جهة، والمكتب من جهة، والبيت من جهة. معلش يا خال، انت طول عمرك تستحمل. يا بنت الحلال، ايش فيكم انتوا؟ انا اتاخر في الشغل علشان ما لاقيها في وسط البيت، وصير مشكله بيني وبينها. ما احترم شعورها اكثر من كذي، ايش اسوي؟ معلش معلش يا عمي، اعذرها ولو علشان خاطرنا. Thank you.
مسيش بالخير. مسيك بالخير يا اخوي. شلونك؟ تسأليني انا شلوني؟ سألي عن نفسك. شوفي شو مسوية في نفسك. غصبا علي يا اخوي. بس صدقني انا طيبة ما فيني شيء، لا تشغل بالك بي. لا لا لا، ايش حقك؟ بس الظاهر اني بهد شغلي بقعد لك كل يوم وكل ليلة قدام وجهك. صدقني يا اخوي انا طيبة. عايشة، العيال عيالنا كلنا. اعرفه يا اخوي. اذا تعوذ من ابليس ولازم تاكلين الحين. يا اخوي ما له نفس. واذا قلت لك عشان خاطري؟ يعني ثاني مرة بعد بقول لك عشان خاطري يا اخيتي. حاضر يا اخوي. اي حبيبتي عايشة ريحة هلي الحين. عطري. الو. ايوه ايوه انا ريما. يا هلا يا هلا، كيفك؟ كيفك يا فاطمة؟ ايوه لحظة. فاطمة شلونك يا بنيتي؟ شلون صحتك؟ ها ايش اخبارك يا بنيتي؟ طمنيني طمنيني عنك. شلون اخبارك يا بنيتي؟ طيبه والله الحمد. كيفك انتي؟ لا تخافين علي، انا بسوي الغسيل في مواعيده وكل شيء تمام الحمد لله. ايش؟ لا انتي اللي تديرين بالك على نفسك واجد. نعم علي هذا هو معك. الو. هلا عمتي. هلا والله، كيف الحال؟ لا طيبين الحمد لله. فاطمة ما عندها الا العافية تدلع بس. الله يحييك يا عمه. سمي؟ لا لا تونا شوي. ايه يا وليدي يا علي، دير بالك على فاطمة بنيتي. ايه يا وليدي. يبا هات التلفون. الو. مرحبا يبا. ها صوتك شوي. ايه علي شلونك يبا؟ طيب؟ الحمد لله الحمد لله. ها؟ بشر، رحت المستشفى؟ خير ان شاء الله خير. وفاطمة شلونها؟ اقول فاطمة شلونها؟ بعض الناس يسألون وايد. ها؟ لا لا طيبة طيبة. لا طيبة لا تحاتونها، عندي انا بس انتوا الله الله في انفسكم. ولدي علي لا اوصيك على فاطمة يا ولدي. اي والله تكفى يا ولدي. طيب حياكم الله، مع السلامة. يا هلا يا هلا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو الأخبار؟ كل المؤسسات اللي اتفقت معاها وردت المبالغ المطلوبة منها. والدوسيه ده فيه بيان بالأسماء والمبالغ المطلوبة من كل مؤسسة، حسب الكميات المطلوبة منها. حسن ما هو معقول. ايش اللي مو معقول؟ المبالغ كلها هادي. ليش طيب؟ ليش؟ يعني لو كانت المبالغ هادي صحيحة يصير ان مكسبنا في الصفقة 100%. افهم من كذا انه انت مستكثرة انه احنا نكسب هذه المبالغ في سنة واحدة؟ ايوه طبعا يا حسن. لازم تصدقيني يا اختي ان كل المبالغ اللي موجودة في الملفات مبالغ حقيقية. أنا ما كذبك أبداً يا عيوني، لكن ما كنت أتصور أبداً إن العم فرج عنده بعد نظر لهالدرجة. لا، أنت ما تبغين تقولين كذا،
انت ما تبغين تقولين ان اولاد العم فرج كانوا اغبياء جدا؟ ايوه، وما عرفوا يستفيدوا من امكانيات ابوهم. فعلا. بس قول لي يا حسن، وايش سر نجاح الرجل؟ الامانه. الامانه بس؟ لا، ابى اقول لك شيء. العم فرج شغال بسمعته في السوق، والتجاره سمعه. العم فرج لما يعطي واحد كلمه او يعطي واحد وعد ما يغيرها لو على قطع رقبته، شفتي ولا لا؟ وبعدين لا تنسين العم فرج له فضل على الناس، وله جميل ومتفضل عليهم، والجميع يبغون يخدمونه. صدق صدق والله يا حسن. وعشان كذا صرنا مدينين له مرتين. المره الاولى لما انقبل المدير المؤسسه حقنا الين وقفت على رجولها. والمره الثانيه؟ المره الثانيه لما فلوسنا ضعفت معه. والله انا محتار كيف اكافئ العم فرج. الحمد لله على السلامه. شكرا. شكرا. تبغاني اسوي لك شاهي؟ لا يا منيره، انا بطلع. بتطلع؟ ايه بطلع. شو تبيني اقعد اقابل وجهك؟ اعطيني شماغ. تفضل. الحين تفسخينا من على راسي، تقوم تعطيني اياه مره ثانيه؟ ما قلت تبغى شماغ؟ ابغى لي شماغ نظيف مكوي جديد. حاضر حاضر. تفضل. تامرني شيء يا ابو بكر؟ ايه. سم امرك. انا يا منيره ابغاك تفكري لي. تامرني امر؟ انا كل تفكيري تحت امرك. قول لي بس وش تبغاني افكر لك فيه؟ منيره انا ابغاك تفكري لي وشلون اتزوج مريم. نعم، شلون شلون تزوج مريم؟ انا؟ اي نعم انت، وانت اللي دائما تفكرين لي طول عمرك. مستحيل. وشو اللي مستحيل يا منيره؟ احسن لك فكري لي مدام انك على ذمتي قبل ما افكر في نفسي واخليك. سلام. والعروسه هتفضل كده تعمل غسيل كده؟ ايوه. لحد امتى؟ لحد ما الامور تنحل باذن الله، ولا يصير ما في حل الا الزراعه. زراعه؟ يعني نحاول ندورها على انسان متبرع يتبرع بكليته وهي تزرعها، بس يكون انسان مناسب. طب وانت مش مناسب؟ للاسف الشديد لا. كشفت قالوا لي كليتك ما تناسب، لكن بسيطه ان شاء الله تنحل. وايه رايك لو انا اجيب لك المتبرع؟ متبرع؟ ايوه، وهي تستفيد وانت تستفيد. هي مين اللي هتتبرع؟ عندنا في البلد واحده ست غلبانه ممكن تتبرع لكم بكليه. هي مش كفايه تعيش بكليه واحده؟ كفايه ثلث كليه. لو 30% من خلايا الكلى كلى واحده اشتغلت كفايه، ثلث كليه كفايه. خلاص، يبقى تتبرع للست فاطمه بكليه وتاخد لها قرشين. لا لا لا، ان شاء الله الامور تنحل. عموما براحتك، هي تحت امركم. ده حتى هي هتفرح اما تعرف انها هتتبرع لكم. على اذنك الاهل جاي. طيب حضرتك مع الف سلامه، وادي الكارت بتاعي اهو. لو احتجت اي خدمه أنا أخوك مصطفى ترعى. إن شاء الله. مع السلامة أستاذ. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. خلاص. شنو هذا؟ هذا شيك بمئتين ألف ريال. لي يعني؟ أيوه. علشان إيش؟ حق الأرباح اللي حققتها مؤسسة حمزة. يا بنتي ردي الشيك لاصحابها. لكن يا خال
مريم بتعتقد اني انا اللي بقدر اقنعك. تقنعيني في ايش؟ انك تاخذ الشيك. يا بنتي انا عمري ما سويت عمل علشان انتظر منه جائزة، هذا مبدئي اصلا. قولي لمريم ابوك سوى هالعمل ينتظر وجه الله سبحانه. عمي سمي يا بنتي. ايش فيك يا بنتي؟ في شيء مكدر خاطرك؟ لا ابدا، بس كنت ابغى اعتذر لك. عن شنو؟ عن كل اللي حصل مني في حقك من زمان، ولا عمرك فكرت في يوم انك تعاقبني. وانت سويتي شيء غلط؟ يا بنتي انا نسيت كل شيء، ما في بالي الا الايام والذكريات الحلوه. بس يا عمي انت بهالطريقه قاعد تحرجني بكثره طيبتك. لا تنسي ان انا اللي كنت اثير خالد انه ينفصل عنك. راي، مجرد راي، ومن حقك كان يهمك زوجك، كان يهمك زوجك وعيالك يا بنتي. وانت ما سويتي غلط، بيت كنت تبين تكونينه وتقعدين فيه لحالك، وهذا من حقك، وانا مالي حق اتدخل فيه. الا عاد كان في خاطر شيء ثاني وانا ما ادري عنه. يا بنتي الحين في الوقت هذا محتاجين الزوجة شوية عنك. خالد يا بنتي محتاجك واجد. خالد هالايام خذت العز بالاثم ومستعد يدوس اي واحد قدامه. ارجوك يا بنتي، ارجوك تصبرين عليه، ارجوك تشكفين حتى يعقل. طيب عمي ارجوك لي انا وميرا رجاء عندك. خير؟ تمر على خالد وحسين في المصنع. وش اسوي لهم؟ تطمن عليهم يا عمي. بأي مناسبة؟ مو زوجك يقول انه مو محتاج لي ولا محتاج لوصايتي؟ هذا ما يمنع انك تروح لهم المصنع. هذا انت اللي طلبته يا ريما؟ يا ابو خالد هذه اول مرة يطلبون منك شيء، لا تكسر خاطرهم. انا ما ادري سالفتكم، ليش بالذات اليوم مصرين اني اروح لهم؟ علشان يعني ارويهم اني انا كسبت في مؤسسة حمزة، احسسهم اني انا احسن منهم واشطر منهم؟ يعني شلون؟ ايش رايكم؟ اكسر بخواطرهم؟ اجرحهم؟ ارويهم يعني انهم فلسوا بدوني؟ لا، انا ما ابغى اشوفهم فاشلين. فشلهم اعتبر اليوم بالنسبة لي أكبر فشل. يا أبو خالد إحنا نبيك تروح لهم علشان يحسون إنك واقف معاهم، يستفيدون من خبرتك، وفي نفس الوقت يحسون إنهم أخطأوا في حقك. وافقت؟ علشان خاطرني يا عمي. حاضر، وما دام اشتريت خاطرش ما تشترين خاطري الحين؟ أمرك يا عمي. مؤسسة حمزة اكسبت مو أنا السبب فيها بس، لا، في ناس ثانيين مريم لازم تكافئهم. مريم لازم تكافئ عبد الحميد. الظرف هذا يا منار في مكافأة لزوجك. يا مريم جوزي بياخد مرتبه، وبعدين هو ما عملش حاجة أكتر من اللي يرضى الله. إيش فيك أنتِ؟ إيش فيك زعلانة كذا يا منار؟ خلاص ما تعتبريه مكافأة، اعتبريه هدية. ما أقدرش أقول لك أيوة، ما أقدرش أخده منك غير لما أخد رأي عبد الحميد. لا إن شاء الله، إن شاء الله يوافق. طب وأنتِ إيه اللي مخليكي متأكدة كده إنه هيوافق؟ لأن فرج يحب عبد الحميد، وفرج هو اللي طلب المكافأة هذه لعبد الحميد، وعبد الحميد ما يمكن أبداً يرد فرج.
خيرها من حد. هلا هلا. الباب ليش مقفول؟ من قفل باب المصنع؟ ليش مقفول؟ ما تعمليش كده تاني يا عيب. معلش اصلها هي ما هي بس اتلخبطت بيني وبينك. اصل انا يعني نفس الوزن ونفس الجسم فاتلخبطت وبعدين عندها حول. تعال شوف تعال شوف المسرحيه تضحك تضحك جدا. جات من 10 جنيه طالعه من بعد بس يلا جو. 10 جنيه بس جت قديمه مسرحيه قديمه. يلا جو. جاي بره. ايه بره فين؟ عشان تقول له عشان تفهم العجز اللي هي اتبدلت في الشغل والكلام اللي احنا اتفقنا عليه. الحمد لله خلاص يا عم. بس اسكت سيبني اوقف معاك. تعالي خش وش الو عائشة خالد وحسين عندك؟ ابغاهم ضروري. ما ابغى اكلمهم بالتليفون. خليهم يجون المصنع الحين. خالد تعتقد أبوي يقتنع بالكلام هذا؟ يا حسين أنا أخوك الكبير ومرتب كل شيء. إيه بس هو لا يمكن يقتنع بأي كلام إلا إذا كان الكلام مقنع. ما عليك مثل ما تقول اسمع كلام. هذه عدة المصنع سيس طالبي الحين أنت متأكد دان خلق اتبعني وما عليك. أهم حاجة شوف هالدوسية شوف ايش انا ممكن افهم وش هذا؟ هذه كتالوجات الأجهزة الجديدة اللي بنشتريها المصنع طبعا. طيب الأجهزة القديمة عندنا ممكن تشغل المصنع؟ خاطري أصدقك. ليش طال عمرك يا أخي؟ وش اللي حدنا على الآن؟ حنا نكذب. الكتالوجات قدامك تثبت إن كلامنا صح. يا حبيبي الكتالوجات هذه أي واحد ممكن يروح الوكالة وياخذها وما يدفع عليها قرش واحد. صح كلامك طال عمرك. بس احنا ما احنا مكذبين طال عمرك، لانه احنا اتفقنا وتعاقدنا مع موزع واخذنا جزء من المبلغ. اتفقتوا وتعاقدتوا وخدتوا فلوس بعد؟ الحقيقه اخذنا احنا 500,000 ريال وبناخذ 250,000 خلال الايام القادمه ان شاء الله. مجانين انتم؟ ليش ابوي؟ احنا محتاجين سيوله. الحقيقه ما انتم اهل الثقه. ليش طال عمرك؟ انتهزتوا فرصه غياب اخوكم و عفوا طال عمرك ابوي. اللي سويناه كله كان مرتب مع علي. بعدين علي مو بالرجال المثقف والفاهم وانت تثق فيه. ليش ما نسمع كلامه طال عمرك؟ بيش يا دكتور؟ أنت زوجها؟ أي نعم أنا زوجها.
تعبت معي واحنا كنا قاعدين نتعشى برا فقلت اجيبها هنا بسرعه. في شيء يا دكتور؟ طيب تفضل معي المكتب عشان اشرح لك الحاله بالتفصيل نشوف قرارك. قراري؟ تفضل يا دكتور. ارجوك يا حسين ادخل في الموضوع على طول وبلاش الحنان اللي ماله داعي. يا ريما كل شيء الا كرامتي. كرامة الرجل فوق كل شيء. وبعدين انا لا اسمح لك ابدا انك انت تشكين في حبي لك وصدقي معك. اللي بعده. وش اللي بعده؟ قول كل الكلام اللي عندك. واذا خلصت جاوب. ليش اخذت الفلوس من التاجر؟ انا قلت لك. لكن ما قلت لي. بعد ما اخذت الفلوس وش صار؟ ما صار شيء. تفكرني حسكت مثل ابوك؟ انا عارفه انك انت بتشتغل مع ابوي ابراهيم. انت ليش يا حسين تبغى تخسرني؟ ليش؟ انا ما قلت لك من قبل لا تصغر نفسك قدامي لاي سبب من الاسباب. ما قلت لك ما ابغى اشوفك وانت مزعل ابوك منك؟ ليش يا حسين؟ ليش ما تحافظ على صورتك قدامي؟ يا ريما الكلام كله اللي قاعده تقولي له ماله اي داعي. الظاهر انا كل ما لي داعي في حياتك. انت وش قاعده تبربرين انت؟ انت وش قاعده تخرفين؟ طب قل لي ايش الكلام اللي ما فيه تخريف؟ على فكره انا اخذت وعد من ابوي انه ما يدخل معاك في اي مشروع تجاري. هو يا ليت ابوي يوفي بعدها. انت وش قاعده تقولين انت؟ ابوي 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 ابوك الان قاعد يحاول ويدور على واحد يسنده، وبعدين ابوك بالنسبه لي ما صار له اي لازمه. انت ما سمعتي اخر الاخبار؟ ابوك يفلس يا دكتوره. فلس؟ ايوه فلس. 90% من فلوسه ضاعت الاسهم والمكتب مرهون. هذا غير الديون المساهمين اللي عن طريقه. حسين لازم تجي معي. الو 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 عبد الحميد. الو انا علي. خير يا علي حصل حاجه؟ لا لا خير ان شاء الله خير ان شاء الله. بس انا اتصلت علشان ابغى اعرف متى جايين انتم منى؟ جايين كمان كم يوم. طمني بس الاول فاطمه تعبت؟ شوية. المهم أرجوك رجاء خاص أنك ما تعلم عمتي ولا أبوي لأني ما أبغى أزعجهم. حاضر حاضر يا علي. بس قولي الأول فاطمة كويسة ولا لا؟ تعبانة شوي. ليه؟ أنتوا مش بتعملوا الغسيل في كلى وفي ميعاده؟ يا عبد الحميد أنا قررت أزرع لها كلية خلاص. فين؟ هنا في مصر. ما تتسرعش يا علي، يستحسن تبقى في السعودية عشان تبقى جنب أهلها. معلش أنا حتبرع لها بالكلية هنا خلاص. الموضوع هذا ما ابغى اتكلم معك في التليفون فيه، بس ارجوك رجاء خاصه انكم ما تتاخروا. حاضر يا علي حاضر. تمروا لي شيء؟ متشكرين. مع السلامه. الله يسلمك. يوبا 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 حسين حسين ابويا ما هو هنا. يا بنت الحلال اهدئي، انت ليش خايفه؟ بعدين يمكن يكون في المكتب. ارجوك ارجوك اتصل به بسرعه بسرعه. خلاص لا يا اخي حسين، ابراهيم ما هو موجود ولا عندي فكره وين راح. نعم تبي الصراحة ما شفناه من أمس، من يوم ما سمع الخبر إنه فلس. لا طبعا يا عبد الحميد، العم فرج ما راح يوافق على طلبك هذا أبدا وبالذات في الفترة هذه. ليه بس؟ لأنه أنا وياك كنا نتكلم عن صفقة جديدة، وبعدين لاحظ إنه الصفقة القديمة أيضا إلى الآن ما خلصت. والله الصفقة القديمة احنا على وشك اننا ننتهي منها فعلا، كل اللي فاضل فيها كميات بسيطه قوي بالنسبه لصفقه جديده، فاحنا ممكن نبدا فيها بعد ما ارجع ان شاء الله
ده طبعا اذا كنتم عايزيني معاكم فيها. انا هسافر اسبوعين بس. لكن انا شايف انك تاجل السفر هذا الين نخلص هذه الاوراق. للاسف ما اقدرش. صدقني يا عم الحاج، انا ما تعودتش قبل كده ارفض لك اي طلب، بس المره دي انا فعلا مضطر ما اقدرش. لكن انا شايف انك تاجل هذا الموضوع شوي. يا عم الحاج قلت لك مضطر مش هقدر. ممكن اعرف الاسباب؟ شفت يا عبد الحميد انه ما عندك كلام تقوله؟ احنا لو احنا مش محتاجينك في الشركه ما طلبنا منك تاجل السفر. لكن على فكره انا عارف ايش السبب الرئيسي اللي يخليك تصر على سفرك. انت واثق انه احنا محتاجينك معانا هنا في الشركه، عشان كذا شويه دلال منك وتبغانا نزيد المرتب. جايز. لا يا حاج لا. انت اول واحد يعرف اني لا يمكن ابدا اساوم ناس مدوا لي ايديهم. أرجوكم إذا كانت دي الفكرة اللي أنتوا واخدينها عني تبقى فكرة غلط، يا ريت تصلحوها. أنت بإمكانك تصلح هذه الفكرة. يا ولدي، يا ولدي إحنا ما نحب نلوي يد أحد، وما نحب أحد يلوي إيدينا. أنت لك موعد تسافر فيه كل سنة ومعروف وما حد يكلمك، شو اللي صار الحين؟ تجي لنا مثل هذا الوقت وتقول لي أبغى أسافر؟ لا، مرفوضة، إلا بشرط. إيه هو؟ إنك تسافر ولا ترجع. وترى نحن مستغنين عن كل خدماتك. شكرا. انت الحين بجد زعلت منه يا عم فرج؟ ايه بجد زعلت منه وزعلت عليه بعد. انسان مثل هذا طموح، ممكن يسوي حق نفسه مستقبل، يجي فجأة الآن ويقول لي بسافر بدون سبب، ليه؟ أنا ماني بعارف لكم يا شباب اليوم. تسوون حاجات فجأة وبعدين تنقضونها بدون سبب. ليه؟ أنا ماني قادر أفهمكم. لا أنتم قادرين تفهمونا ولا إحنا قادرين نفهمكم. علموني شنو الصح وين؟ ألو؟ أيوه. إي لحظة واحدة لحظة. البيت يا عم فرج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس يا بنيتي بس إن شاء الله الأمور كلها تنحل. بس يا ريما يا حبيبتي حرام عليك اللي قاعدة تسوينه في نفسك. بس يا حبيبتي. بس 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 لا اله الا الله محمد رسول الله. حبيبتي ريما تبكي، ايش فيك؟ ابوها مختفي صار له يومين ما يعرفون وين فيه. لا تخافين يا بنتي، لا تخافين، ان شاء الله يا رب بيرجع بالسلامه. يا رب. بس وين وين ابوش؟ يا بنيتي رحمه الله واسعه. بس هي معذوره يا عمي، راحت تدور عليه كل الاماكن اللي ممكن يكون موجود فيها ما حصلته. لا تكبري من المسائل وكل شيء بيصير بالخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وين خالد وحسين؟ عمي خالد وحسين راحوا يدورونه عند اصدقاء اللي ممكن يكون موجود عندهم. مسكين ابراهيم، ما بين طرفة عين وانتباهة يغير الله من حال الى حال. قومي يا بنتي، قومي ارتاحي في غرفتك وتركيها على الله سبحانه وتعالى، وما رايح يصير ان شاء الله الا كل خير. اني ما اقدر ارتاح اللي اعرف ابوي فين. يا ما ترجيته، يا ما ترجيته يعمل حساب هذا اليوم ويتقي ربه. لكن
بنتي قدر الله ما شاء فعل. ريما يا بنتي انت مثل اي واحد في البيت هنا، والله العظيم واكثر حبك عندي اكثر. ازعلك ازعلنا ورضاك يرضينا، وابوك انا ماني مخليه، بدوره وبوقف وياه. بس ارجع منك طلب واحد، طلب واحد بس، ضحكتك ضحكتك لا تفارق البيت هذا، ابغى اسمع صوتها في كل مكان في وسط البيت هذا. عائشه منيره خذ غرفتك. الله الله فيك، الله يوصيك. ها ان شاء الله يا اخوي ان شاء الله. خالد ايش فيك تتلصص مثل الحرام؟ وش بلاكم انتم؟ ريما نامت؟ ريما في غرفة ويا عمت وياهم منيرة. لكن قولوا لي شو أخبار إبراهيم؟ حصلتوا خبر ولا شيء؟ والله يا أبوي عرفنا إبراهيم فلس. أنا أدري إنه فلس، لكن عندك خبر طيب ولا لا؟ يبقى الفلوس هذه مين فلوس الحالة، هذه فلوس بنوك وفلوس ناس ثانيين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين يا أبوي إبراهيم مطلق أخذ فلوس كثير من الناس وبدي يضارب فيها إلين خسر كل شيء، والآن العالم قالبين عليه مكتب قلب ومعهم إثباتات، معناه إن إبراهيم مطلق ضيع نفسه يا أبوي. طيب أنتوا وش دراكم بهذا الكلام؟ الناس يبا الناس قالبين الدنيا عليه ويبي يبلغون الشرطة إذا ما رد لهم فلوسهم. عاد الحين هو ما عنده فلوس يسدد حق الناس، علشان كذا اختفى. شلون يعني يبا؟ ما دام ما عنده فلوس اكيد الناس بتطلبه، اذا ما سدد اسجنوه. لكن الى متى بيهرب؟ إبراهيم مطلق؟ اسمع، أبغاك تتصل بحسين تقول لي يجي لي البيت، لا تخلي حد يشوفه، وإذا حد سألك عني قل لهم سافر راح لأوروبا، راح يسحب فلوسه علشان يسدد ديونه. يلا ريما. على فين؟ على المستشفى كده على طول. يا أيوة زمان علي يستنينا. استنى بس أغير هدومه ونروح على طول. طب يلا بسرعة. حاضر. مصيبة بلوة كبيرة، بلوة
بلوى يا حسين، وما حد يخلصني منها الا انت. انا؟ ايه انت. ايه بس انا ما عندي الفلوس اللي اقدر اسدد فيها ديونك. انت عندك المبلغ اللي اخذته انت وخالد من العميل، ولا انت ناسي ان احنا راسمين الخطه سوا؟ لا لا انا ما نسيت. انا ما ابغاك تسدد عني شيء، انا كل اللي ابغاه عموله وبس. عموله؟ عموله على ايش؟ عموله عن مناقصه متفق فيها مع شركه، وهالحين ما يستحق هذه الا حسين زوج بنتي. مناقصه؟ انا وش فهمني بالمناقصات ومشاكلها؟ وبعدين شو يضمن لي ان المناقصه هذه تبي ترسي علي؟ انت لا تخاف، انا مرتب كل شيء، المناقصه هذه فيها صديق وهو اللي بيساعدنا عليها. طيب لو كان المبلغ كبير احنا كيف نقدر ندبره؟ انت مالك شغل، المناقصه بدبرها لنا صديقي، وبعدين نتفق مع شركه ثانيه بالباطن بمبلغ غير اللي رسى علينا، انت تاخذ راس مالك ونوزع المبلغ بيننا احنا الثلاثه.